في البداية لم يكن لدي أصدقاء في المدرسة، كنت أجلس مع أخي الصغير في الفسحة ونمضي الوقت في أكل الشطائر وأخذ حمام شمس مستدينين إلى الجدار. وهذه خصيصة أخرى في شخصي، أنا أفضل من يأخذ حمامات شمس في العالم، ربما لأنني أشعر بالصقيع وأموت من البرد. كانوا يطلقون علي العطاء في تشيلي، أنا والشمس صديقان حميمان. وهنا في المدرسة لا يعطوننا أي شيء من الحليب في الفسحة، لأن الأطفال يتغذون جيدا في البيت. هناك في تشيلي كان الكثير من الأطفال يموتون من الجوع، وعندما جاء أليندي أمر أن يحصل كل أطفال تشيلي على نصف لتر من الحليب كل يوم، وهذا أمرا طيبا للغاية لأنهم لم يعودوا يموتون. الأولاد هنا لا يعرفون ماذا يعني بلد فقير، فقير بالفعل. لم يروا من قبل بيتا مصنوعا من الكرتون والصفيح. لا يصدقونني عندما أقول إنها كانت تنهار عندما تهب الرياح أو يسقط مطر غزير. بالإضافة إلى هذا، في تشيلي توجد زلازل كثيرة، إنهم لا يعرفون الزلزال هنا. ذات يوم ذهبت مع هينغين وكارل وبيتر إلى كودان لنرى فيلم الزلزال، وعندما أخذت القاعة بالاهتزاز انفجرت ثلاثة بالضحك، لكنني شعرت بحزن شديد لأنني تذكرت تشيلي. عندما حكيت لأبي أنني حزنت بسبب هذا، طرق رأسي بعقد أصابعه وقال لي إنني أبله لدرجة افتقاد الزلزال، وإن الشيء الوحيد الجيد في الوجود بعيدا عن تشيلي هو عدم المعاناة منها، وآتي أنا الآن بهذه الحماقة. أبي وأمي يعتقدان أنني أحمق لأنني عاشق، ربما كان محقين لأنني أمضي الساعات ممددا بجوار الجدار أخذ حمامة الشمس وأفكر في إيديت، أفكر في أشياء أود أن أقولها لها عندما أراها في المرة القادمة، وأن أنطقها بألمانية جيدة، أرى طريقة نطقها ملية في المعجم. يجب أن أقول لإيديت أشياء لطيفة بالألمانية لأنها جميلة للغاية. وإن ظللت صامتا فمن المؤكد أن شخصا آخر سيسلبني إياها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.